السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في بودكاست العريفة وحلقة اليوم بعنوان فلوسنا ما يمشوش لغيرنا وإحنا أولى بهم البراني. وفي مثل يعتبر عرف سائد خاصة في بعض المدن والقرى الليبية واللي تتميز بالبداوة. المثل يقول المرأة لها بيتها ومضم وراسها وملم، ويقصد به إن المرأة ما عندها شيء إلا أتات الحوش أو ذهب تلبس على راسها كان هي كسباته، كان هذا خاطي هكي ما عندها شيء من الحوش أو الرزق المتوارد. طبعا هذا يعتبر عادات وتقاليد وعرف سائد في بعض المناطق الليبية وحتى في وسط طرابلس. ولما تتساءل عن سبب حرمان المرأة من الميراث يرد عليك ويقول لك بكل بساطة إن هذا الميراث المتمثل في الأراضي والعقارات حاربت القبيلة كلها بفضل رجالها باش يقعد وتحافظ عليه، ولو بنعطوا للمرأة حقها من الميراث معناها بنعطوها جزء من الأرض، ولو المرأة تزوجت براجل من خارج قبيلتنا معناها الراجل البراني هذا حتكون عنده حصة معانا في أرضنا، وبالطريقة هذه حيتم توزيع أراضي القبيلة على قبائل أخرى، ومع مرور الوقت حنلقوا إن قبيلتنا فقدت أراضيها واللي هو مصدر رزقها من حيث الراعي والزراعة، والشي هذا حيسبب نزاعات مع القبائل الأخرى. وفي رأي آخر يشوف إن المرأة هي أضعف من إن يكون عندها فلوس أو تملك أرزاق، يعني ما تقدرش تتحمل مسؤولية أموالها بسبب ضعفها، وهذا العرف له شقين. الشق الأول لو كانت البنت مش متزوجة هي قاعدة في حوش مالها تاكل وتشرب وما في شيء ناقصها، وفلوسها من الورثة ما عندها ما بتدير بيهم، واللوازم الضرورية عندها يعني حقها من الورثة يستفيد بيه خوها أحسن ما تاخده هي، لأن ما عندها ما بتدير بيه في الأخير بكل بتتزوج وجهها راجل وبتمشي لحوش راجلها. الشق الثاني لو كانت المرأة متزوجة عاد هديك المصيبة مصيبتين، يعني مش معقول بالنسبة ليهم إن فلوس العيلة يمشوا لراجل براني، ولسان حالهم يقول إن فلوسنا أحنا أحق بيهم من راجل براني، يجوه الفلوس بالمرتاح وهو مقعمز في حوشه، وبالنسبة لبنتنا أهي قاعدة في حوش راجلها وما ناقصها شيء، وفي الأخير فلوسها تبي تعطيهم لراجلها ويقعد يقحر فينا في رزقنا ويضحك عليها وياخذ منها فليساتها اللي جدودنا تعبوا فيهم واحنا ورثناهم منهم باش نحافظوا على رزقنا، مش باش يجيه الراجل البراني ويورث معانا كأنه واحد من العيلة. طبعا هذا كله وما نبيش نقول لكم على المرأة الليبية اللي متزوجة من أجنبي، هي مش بس تنحرم الميراث تنحرم حتى من أبسط حقوقها، هما أصلاً ليبي وبراني على العيلة وتنحرم منه، يا بالعاد أجنبي مرة واحدة انفس بس ما يقدروش يشدوها عليها، لأن بالنسبة لمجتمعنا الليبي وخصوصيته زواج المرأة الليبية من أجنبي يعتبر عار ووصمة تقعد في تاريخ العيلة مهما فات الوقت، وما يهمش كون عندها صغيرة وتعول فيهم أو لا، لأن زواجها من الأجنبي كسرت بيه حاجز منيع ونسيج اجتماعي بالنسبة للعائلات الليبية، وبهذا هي ما عندهاش أي حق في الميراث، وتمشي لمحكمة ولا ما تمشيش عادات وتقاليد المجتمع فوق القانون، أو بالأحرى هي فوق شرع الله. كل اللي حكيناه مستمعينا الكرام هو واقع ملموس، ولو مشينا للمحاكم حنلقوا هلبة قضايا متعلقة بحرمان المرأة من الميراث. إشي زوجها رافعة دعوة على أهل زوجها لأن ما يبوش يعطوها حقها من الميراث، وعلى قولتهم في الأخير هي امرأة برانية وهذا رزق بونا جتنا أمس العصر وتبي تقحرنا فيه اليوم. وطبعا ما نبيش نقول لكم على الأخوات اللي رافعين قضايا على أخوتهم الأولاد لأن ما يبوش يعطوهم حقوقهم، وصل للموضوع لأكبر من هيك إن يتحايلوا على القانون بأوراق مزورة باش يتبتوا بها إن الورثة كلها انكتبت للولادات قبل ما يتوفى الشيباني.
طبعا هذا غير الوصايا اللي يكتبها شيباني قبل وفاته ويوصي فيها أولاده بحرمان بنياته من الورثة، لأن هذا حق متأصل لنسب العائلة فقط، ولو طلع منها فهو مش حيكون راضع عليهم وعطيهم قلة السماح. هذا راه ماهوش مسلسل ولا فيلم ولا خرافة نحكو فيها، هذا قصص واقعية موجودة في أغلب المدن. وما نبيش نقول لكم إن كل اللي يسمع فينا توا يعرف حد قريب عليه صايرت له قصة زي هادي. المشكلة الكبيرة اللي مش مستوعبتها العائلات اللي تمارس في العرف هذا إن حرمان بناتهم من الميراث يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، واللي احنا مفروض نحتكموا لها. وما نبيش نقول إن القانون يجرم ويعاقب على أعراف زي هادي، لكن خلونا نتكلموا من منطق ديننا الإسلامي اللي وضح بنصوص واضحة وصريحة في القرآن الكريم إن للذكر مثل حظ الأنثيين. الغريب في الموضوع إن عرف زي هذا كان سائد في وقت الجاهلية، يعني قبل ظهور الإسلام، كانوا يشترطوا في شرط أساسي للورث واللي هو الذكورة، والإناث محرومة حرمان تام من الميراث ومش محسوبة فيه مهما كانت رجحت عقلها، مهما كانت رجحت عقلها. ومع إن دين الإسلامي حرم أفعال زي هذه والقانون الوضعي جرمها، إلا أن نلقولا عند اللحظة هذه ومع إن دين الإسلامي حرم أفعال زي هذه والقانون الوضعي جرمها إلا أن نلقولا عند اللحظة هذه وأنا قاعدة نحكي معاكم، ما زال في عائلات مش ممكن تتنازل على هذه العادة، على خطر حتى عادتهم هذه خشت في الميراث وأصبحت جزء من هويتهم وأفكارهم ومعتقداتهم. ومهما تكلموا الفقهاء على تحريم الأفعال هذه إلا أنهم مازال مصرين ومتشبتين بفكر حرمان البنت من حقها الشرعي. ولما الدين الحنيف تكلم على وجوب الميراث المرأة ما كانش الموضوع عبثي أو تلقائي، حاشا لله ولله المثل الأعلى. وإن اللي نبو نقولوه ونوصوكم به إن حرمان المرأة من الميراث راهو يسبب في تفكك أسري ونسيج اجتماعي، وبالنسبة لتاريخ العائلة اللي خايفين عليه حينهدم وبيمتسحب كوريكت بمجرد وراهو دعوة المظلوم ما فيش بينها وبين الله حجاب. يعني الدعوة حتلقاها قدامك في الدنيا قبل الآخرة، وربي ما يرضاش بالظلم. نوصي الأم اللي تبي عيلتها يقعدوا ياكلوا على سفرة واحدة، تعلمهم إن الفلوس والرزق مش دايم الحد، وإن صلة الرحم ما تشريهاش كنوز الدنيا، وصغيرتك تشوفيهم يتلاقوا على سفرة الغداء وسفرة العشاء هذه أهم من الأعراف والعادات والتقاليد اللي تخليهم طماعين وجشعين، وراهو لوطان مش عليها كلنا واسمه مش لاحقها حد.